السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. إحنا مكملين مع بعض يا شباب مجموعة النصايح اللي إحنا عمالين نوجهها للطلبة عشان ربنا يكرمنا نحاول نستفاد من الفترة دي. النهاردة أنا نصيحتي الطالب الضعيف إيه الجدول اللي يمشي عليه؟ هنقول إن أنت اتفرجت على الفيديو ده وظبطت حالك وبدأت معانا أول أربعة، وإن شاء الله الامتحانات يعني قول 8 6. وانا موجه الفيديو ده للضعيف اللي هو يعين عنده معاناة في الانجليش، واللي هو فعلا الانجليش بالنسبة له مشكلة. انا بقول لك يا ابني ان انت هتبدأ 1 4، هتجيب كتاب من الكتب اللي هي سهلة شوية، هتلاقي اسهل كتابين في المراجعة كتاب جيم وكتاب سربرايز، في ماي فريند كويس جدا، جاينز العمالقة، سينيور معاصر، كتب كلها يعني بيت باي بيت. انا شايف ان هي كتبرز، في كتب كلها جامدة حلوة افكارها عاليه، انا مش عايزها. انا دلوقتي فيديو للطالب الضعيف، هتجيب جيم احسن كتاب في المراجعه بتاعته، النصيحه يعني. سربرايز حلو برضو سهل، كل يونت فيها جدول في الاول اسمه الكي فوكاب او كي ووردز، الكلمات الرئيسيه اللي هي بتيجي في الامتحان. كشكول بتاعي وانا هبدا مستر 1 4، وهبقى راجل وهبقى بنت كويسه جدعه كده وعندي اراده وهعمل حاجه. هبدا يا ابني كل يوم بالليل هذاكر طول النهار عربي، ذاكر بقى كيمياء، ذاكر تاريخ جغرافيا، دي حياتك. انما بالليل قبل ما انام ده الانجليش بتاع حفظ الكلمات والمذاكره. هبدا مستر، ابدا اول يوم 1 4 ان شاء الله الانجليش معايا كل يوم، لان انا ضعيفه فانا عايز انجز في الانجليش. لازم احط هدف، احط في دماغي ان شاء الله ان انا هجيب درجه كويسه، نطق الكلمات كتير يحفظك بسرعه، ما تقعدش تقعد تكرر في حفظ. اسوأ حاجه تقعد تحفظ كلمات تقعد تكتب كتير. انت في كلمه عندنا اسمها اولد فاشوند، اولد فاشوند، اولد فاشوند، واستهجى الكلمه. مستر عندنا كلمة اسمها كوليكشن، جرادويت يتخرج. انت واكتب، لما تحفظ الكي هتلاقي ان الكلمات دي مش هتعد 20 كلمة، هما 25 كلمة. قسم الاسبوع على 2 يونتس، يونتين او 3، يبقى انا ممكن احفظ اليونت على اسبوع على يومين، اقسمها وانت 10 كلمات و10، تاني يوم اراجع على القديم. انت الكلمات حاول تنقي كام كلمة واعمل عليهم جمل، معلش اتك على نفسك، حتى لو جملة بسيطة. في كلمة اسمها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا اولد فاشوند، موضة قديمة. ماي براذر، اخويا، لايكس، بيحب، مثلا اولد فاشوند كلوز، الملابس ذو الموضة القديمة. جملة بسيطة. عندي كلمة اسمها مثلا ديسيبلد، معاق. الدبلومات، دبلوماسي. ماي انكل، عمي، وركس، بيعمل از ا دبلومات. في كلمة اسمها ابرود، خارج البلاد. I want to travel abroad when I finish my university. يبقى I want to travel abroad، يبقى احط تحت خط كده واكتب جمل. مستر انا شغال معاك من جيم اول يومين، خلصت يونت 1 وحفظت الكلمات. في كلمه معقده شويه مستر اسمها كومبيتيشن، مسابقه، قسمتها كومبيتيشن وعرفت احفظها. شايف كلمه بايونير، رائد، سهله، لوير، محامي، لو، قانون، جرادويت، يتخرج، الكلمات دي حفظتها ومستر بدات وعندي اراده. الجرامر يا مستر شغلت الابلكيشن حلم الثانويه عليه المنهج كله، وشغلت جرامر الباست سيمبل، ماضي بسيط تصريف تاني، الباست كونتينوس ماضي مستمر. بسمع اليونت على مرتين وبحاول ان انا القط الفيديو وبشتغل يعني. خلصت اول يونتين سبت وحد مثلا، خدت يونت 2 كلماتها اسهل بكتير، وجرامر مضارع تام سنس وفور اهيف. على اخر اسبوع ذاكرت يونت 3 وخدت مستر جرامر استخدامات ويل وجوينج تو، اتفرجت على الفيديو وحاولت اركز، ورحت فاتح جيم وبدات احل على الفوكاب وعلى الجرامر، ونزلت الاجابات من على النت او اي فيديو مشروح على النت بيحل الاجابات، وبدات اعلم لنفسي. ولما الاقي اخطاء ما ازهقش عادي، في الاول لسه الدنيا هتمشي معايا. يوم الجمعه مش هحفظ حاجه جديده، انا هراجع على الثلاث يونيتات وهسمع ستوري، قصه. لو انت ضعيف والفيديو ده معمول للناس الضعفاء، في حاجه على عندنا قوائم التشغيل، انت خش دايما على قوائم التشغيل اسمها برنامج الانقاذ في ذا بريزونر اوف زندا، هتشغل برنامج الانقاذ شابتر 1، بتتفرج على الفيديو، على الصوت، اسمع، بنقرا التكست، وبعد كده بنقعد نحل تشوز بتاع ذا بيست بتاع المعاصر. فانت يعني مذاكره القصه بالنسبه لك ما تعملش حاجه، اسمع الفيديو بس واسمعه تاني لو انت ما عندكش مشكله، وحاول ان انت الثلاث يونيتات دول تختم ان انت حاول تكتب باراجراف عن اللي موجود في التيست بتاع جيم. والله طلعت راجل اول اسبوع وثبت ان انت عايز تعمل حاجه كويسه مهما كان مستواك ضعيف. لو بادئ من الصفر انت هتحس نفسيا ان انت على اخر اسبوع ان انت انجزت حاجه. انت
ثلاث يونيتات وفصل قصة، الحمد لله خلصتهم. هتلاقي نفسك داخل الأسبوع الثاني وأنت يعني المجال قدامك أوسع ونفسيتك أحسن وعندك شغل أنت أو عندك إرادة عايز تتحسن. لا قدر الله حصل ظرف إن أنت يوم وقعت منك حاجة، ما تيأس، هكمل وأخش على الأسبوع الثاني وأظبط حالي يونيت 4 و5 6 أذاكر وشابتر 2. لو أنت 3 أسابيع خلصت الترم الأول كلمات، كل جمعة براجع القديم كله والكلمات السهلة خلاص بقى حفظنا بقى مستر كلمة يتخرج، بس في كلمة رخمة على جنب دي أنا راجعها كل شوية، إنما التاني مع التكرار اتحفظ، القصة مع الفهم واتفرجت على الفيديوهات حفظت، بكتب باراجراف كل جمعة. شوف لو دروس رجعت المدرس بتاعك يعلم لك الباراجراف. بعد 3 أسابيع هتلاقي الدنيا اختلفت، خلصت نص المنهج، كتبت لي كام باراجراف، راجعت كلمات كتير، يعني إن شاء الله الدنيا اتظبطت معاك. طبعا شباب هتلاقي الدنيا اختلفت، تبدأ الترم التاني ان شاء الله هبدأ احل امتحانات، اشوف الاسئلة الصعبة اللي انا كنت خايف منها زي الديالوج، كل اسبوع ممكن اخد سؤال، اخش على قوائم التشغيل المستر شارح الديالوج، وبعد كده في كام فيديو حل ديالوج، اسمع بس كل الديالوجز بتاع ذا بيست بتاع المعاصر، بوكليت بتوع ماي فريند، اتفرج الورك بوك. الاسبوع اللي بعده ده فيه باراجراف، اسمع شرح المستر بيشرح الباراجراف على الابليكيشن او على القناة، واحاول ان انا اشوف الفيديو، اتفرج على الفيديوهات. فانا الفيديو ده موجه للطالب الضعيف قوي، يعني نزلت المستوى الطالب اللي لسه هيبدأ من صفر، جيم، مراجعة نهائية، ابليكيشن حلم الثانوية مجانا دلوقتي، الباسورد واليوزر نيم لو عندك مشكلة هتلاقيهم في كذا فيديو بيشرح ازاي تفعله. هتبدأ تظبط حالك، عندك إرادة، هشتغل يا مستر حسام بالله. بعد 3 أسابيع حيث الدنيا اختلفت، خلصت نص الإنجليش، ما زهقتش، كلمات كتير يعني حافظها، كام كلمة واعين مني مع المراجعة، كل أسبوع براجع سبته في دماغي، الجرامر سمعته كذا مرة والمعلومة المهمة بكتبها، جيم حلو مباشر سهل، كتبت باراجراف، اتفرجت أول أسبوع على الديالوج، تاني أسبوع على الباراجراف، الدنيا بقت بالنسبة لي تمام. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، اللي عنده مشكلة في حاجة معينة يكتب لي في التعليقات، شير لغيرك عشان غيرك يستفاد، دوس لايك للفيديو، ربنا يكرمك وتبقى سنة سعيدة وربنا يوفقك إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.